المطار ديال الناظور كيفوت مليون باساجي قبل راس العام، قبل ما يكمل العام فات مليون. دونك سكي في نورمالمون يعني الشهر الاول ديال هذا العام هذا او في التريمست الاول غادي يوليو عندنا واحد على الاقل واحد خمسه ديال المطارات اللي غادي يكونوا فاتوا مليون. عندنا طنجه اللي فات 2 مليون، عندنا اكادير اللي فات 2 مليون، يعني دونك عندهم اكثر مليون هادو بجوج، عندنا مراكش اللي فيها تقريبا غادي يوصل 6 مليون. يعني من غير كازا غادي يكون عندنا واحد 6 ديال لي بور ديال لي زيروبور اللي فيهم اكثر من مليون باساجي. ومليون سي با مال، سي ان بون ايروبور مليون. يعني بالنسبه للدوله اللي فيها تي جي بي خدام مزيان ولا الطرق تخدم مزيان، مليون سي ان تري بون، سي ان تري بون رونمون. دونك غتكون عندنا الرباط غتفوت مليون هذا العام هذا ان شاء الله، طنجة فاتت، ناظور غتفوت، فاس غتفوت مليون، وهادو كلهم يعني سكيفي غادي يكون عندنا يعني مراكش وكازا اللي فيهم بزاف ديال لي باساجي، هاد الجوج غير هاد الجوج هادو نورمالمون في 2024 غادي يوصلوا 20 مليون، غير هاد الجوج هادو، غير كازا ومراكش غادي يوصلوا 20 مليون، والاخرين كل ايروبور غادي يفوت مليون، غتوصل يعني غتفوت 30 مليون باساجي. البحرين كانت عندنا 24 مليون باساجي، ولكن ملي عمرو لي بورت لي زايروبور نتاع الناظور ونتاع نتاع طنجة ونتاع فاس ونتاع اكادير ونتاع وجدة، حتى هو نسينا وجدة، حتى وجدة يعني سكيفي سا فا ديباسي رابيدمون 30 مليون دو باساجي من 2024. ولاكان غيتزادو الناس ديال لاكان، سواء اللي غادي يجيو يشوفوا سميتو لي مارش ديال الدول ديالهم من اوروبا او لا من افريقيا، دونك غيتزادو لي باساجي ديال افريقيا في كان 2025، وغيتزادو الناس اللي غادي يجيو من اوروبا ديريكت فين كاين الدولة ديالهم كتلعب، اللي هما يعني الاصول ديالهم من افريقيا اوروبا ولا من امريكا. دونك سكي في نورمالمون كي غادي نوصلو لكان 2025 لي باساجي غادي نفوتو هذيك 30 مليون اللي كنا عوالين عليها من 2015. دونك هذه هي المعلومات كما قلنا. دابا بغيت نرجع للميدان ديال الجامعات. كنا عقلنا هذه واحد خمس شهور واحد الوزير التعليم في الجزائر قال لهم حنا هما عندنا اكبر عدد ديال الجامعات في الجزائر، اكبر في افريقيا بعد جنوب افريقيا. هما دائما كيجيو يوسخوا حالهم كاين حالي وجنوب افريقيا، دائما كيقول لك حنا هما الشواكر وجنوب بعد جنوب افريقيا بعد جنوب. ونساو بان جنوب افريقيا بزاف الحوايج اللي هما يعني ما عندهاش كاع، لان هما كان عندهم غير البيضين اللي عندهم المؤسسات. الكحلي ما عندهم والو، بحال ما عندهمش شي حق، ما عندهم الحق لا يقرا، ما عندهم الحق لا تريشينتي لا يعني. وهما دائما كيتشبتوا جنوب افريقيا. مشيت الكلاسمون ديال في افريقيا شحال من جامعه، شحال من ايتابليسمون سوبيريور افريقيا، لقيت الاولى فيها 220 في نيجيريا، فيهم 250 مليون نسمه. الاولى بريفي وبيبليك، لا بليبار بايون بريفي، ومؤسسات يعني اللي كتكون ما كتخلصش بزاف، مؤسسات بريفي ولكن بروتستانت ولا كاثوليك، مؤسسات دينيه باش دخل الناس في المسيحيه. المغرب لا، المغرب عنده 150 ايتابليسمون سوبيريور بيبليك، وعاد 50 بريفي، لا بليبار دي زيكول دو كوميرس يعني ديال البريفي، سواء بريفي مغاربه او بريفي اجانب. عنده 200، جنوب افريقيا عندها 220، المغرب عنده 200. هاد 150 اللي هما بيبليك كاين واحد 80 اكسي ليميتي، يعني خصك الكونكور باش تدخل ليه، بما فيهم لا فاك دو ميديسين، بما فيهم لي زيكول دانجينيور ديال الدوله، بما فيهم لي زيكول دو كوميرس ديال الدوله بحال ان سي جي، بحال بما فيهم يعني المعاهد التقنيه ديال الفلاحه ديال التقنيه ديال الطب. قلنا بالنسبه للميدان ديال التعليم، هذاك الوزير نتاع الجزائر قال لهم راه حنا زعما عندنا احسن اكبر عدد ديال الجامعات في افريقيا بعد جنوب افريقيا. غادي نقول لكم يعني الكلاسمون ديال افريقيا كلها حتى العشرة. نيجيريا فيها 220 ايتابليسمون دو سيمو سوبيريور، قولوا 220 جامعه مؤسسه للتعليم العالي. المغرب فيه 200، لا بليبار بوبليك فابور، كاين يلا 50 لي بيون بما فيهم الجامعات.